السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاعتي بازا اللي نقف على الأشغال نتاع الجامع القطب اللي راه قيد الإنشاء إذا بمدينة بازا، واللي يعرف وتيرة تاع إنجاز جد متسارعة. إذا نخليكم تابعوا الفيديو حول الزيارة تاع والي ولاية بازا إلى جامع القطب الجديد إذا بالولاية. نخليكم تابعوا الفيديو والسلام عليكم. Gracias.